إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهنكو سوچنا تفسير كي قرآن كريم كاها ودرسي جنين بغل سيديتن يتضبو ونغب اللعبان يا آيات اللعباتن يلعبان من سورة الكهف. قال الله تبارك وتعالى: سيقولون بدك وحيليهم ثلاثة هم أصحاب الكهف، ثلاثة وصدح صدح راس رابعهم متكافريا كلبهم أي جود أوياي، ويقولون وحيليهم بدك لنا خمسة هم أصحاب الكهف، خمسة شنوي شنطاس سادس متكلحية كلبهم أي جود أوياي، رجما لأجل رجم جميد درتاد يوليهم بالغيب وحكم مقان أي جميان، ويقولون كوكلنا وعليهم هم أصحاب الكهف سبعة وتضبع، وثامنهم كورا سيدريانا كلبهم وأي جود. قل وحاترا نبقى سبحانه ربي أنيقى ربي أعلم أصدقاء أطان بضان بإتتهم أصحاب الكهف تردود، ما يعلمهم ما أوجى أصحاب الكهف إلا قليل إن يرماهن، فلا تماري هدود فيهم في عدتهم تردود هكدود إلا مراء دود ماهن دود داسو ظاهرا اسكم مقضى، ولا تستفتي جواب هكويدين فيهم في شأنهم أصحاب الكهف أرنتود منهم أهل كتاب كحالك مديا أحدا قفنا. الله سبحانه وتعالى آيات نوغا ورميا دادك سيدي اسكوغو قلافين أصحاب الكهف تردود ودادك يجوغي وقت النبي قينا صلى الله عليه وسلم أياكو الضوضي دادك اسكوغو قلافي ودادك يجوغي وقت النبي قينا صلى الله عليه وسلم أهل كتاب هادين أما دادك لها هادين دادك اس أياكو الضوضي واسكوغو قلافي صدح قو أيا رب العالمين شاك صدح قول أيو شاك لبا قول ما كو شاك أيو ألف ردي قول ما انت شاك ودايو مر الدين، وحيرا دين أهل علمك سيدا محمد دول أمين وشنقيدي سيدا حافظ مكثير إيا أي مكالبا وحي تاسو توصيبا لبا داس قول إلي بادليهين قول كانت الله شاك وسن ردين أو حقيه أو تريدو أي أهيب تضبا أي يقول أسديت كواها سداسة تصدى إلى وحيد سبحانه سيقولون وحيليهم كوى المتنازعين تهدودية ثلاثة هم أصحاب الكهف ثلاثة وصدح قال سداسة لي صدح راسو رابعهم مدك أفر كدقية أو أفرية كلبهم أي قوة أوياهي، ويقولون كوكلنا وحيليهم هم أصحاب الكهف خمسة وشن شمتاس سادس ومدك الليح كبيغايا كلبهم ايغو ذا اوياهي لبدا اسأل لما كوهر دي فيري الى وحيري سبحانه رجما لأجل رجم جميد اما توريد ده تيدي اوليهين بالغيب مدك مقان اي توريان رجما بالغيب اصل كوهوياهي اناك وحكو تورتو شيء اذا اوشيدي مثلا بورتان وحكاش شيء بورا ماشان كو تالا شيشيه وحكشيه لا حد لا وحان كدفنا حبات كشيشي انا حبات اما فلار اما دغ الله وا كدفنا ما هو جديد مركا تاسو كلي ان اد لهلين اي بلانط حداد له شنه لبي يراد ابا كدفتي اي وحل لا وا موافقه وا اسكي اد سبب ما هو جديد سيونه هلي كارتا شيغا مركا شيشيدو وا ان اورتا اسغا عركا او جيده كديبات كدالي كارتا أتقفي كرتا أما أصيبي كرتا، لكن شيء آدم بأتشيدين حتى ترى وحان كو شيشا هم كو دفنا وحالا رادا رجما بالغيب إلا قمو الله طورو شيء آن لو تشيدين وكام مقام تاسو كلا يكون مركا
هذا الله شنا كم أمانيت هذا لو ويدنا كم أمانيت ما هاي ولا مركه هربا معهم طريقة صحة وحده وشيدين الله كردو مركه سيد عص سيد أي قلب وطاي قفل بفهم كره سيد عص وحلا متعة وحادن أقل ولا هين إن ترى هذا وساس وحلال وحرام وكفر وإيمان وكذا عدد كذو وإنتاس معهم شيء أعلم أضبه أقوان أولهين إن أتكه هذا الشوق أي سيداسة وقول بلا علم مركا قول بلا علم فالحمد إذا مركا لتوسع مركاس إلهي ورجم بالغيب وقف وكتور إياه ميروس وشيرين مركا إذا وحوين وقالت عدوي لرداس قول سيداسة إلهي وردين إلى وعود سبحانه ويقولون وحيليهم كوكلنا سبعة هم يقو سبعة واتضبوا وثامنهم متكس الدينيانا كلبهم وإيقود قول كاس ما كلمة الدين قول كاس لما الدين سداسة اللودان سو ما جديد قول كاس سداسة اللودان تاس ومركا واحد تصيدا سدا حافظ نكثر بيري أي مبضى النير هدين إن سدا حبطاه أي إهد إن يتضبع عايين إيقود سداد بوها فربطوا وحلو ينهضيو قلب أهلها قول كانوا سيدا اللبادي هرب ألا أرديو كنا أردينا وحي كورا توسا إذا قول أفراد إيو سنجرين وقلوك لو وحكا لكو شيكت أي سنجرين إيه أقواشو أي سبح دان إيه لبداس أي توسا إذا صبري التقسيمة لراتاسو كلا إن شيكا الله قيبيو ومكورا الله كورو كدب قيب لبوريو قيبنا للسوق إنك سوى المسألة إلا دا كنت على الله أيتا قولوا وحاتر النبي سبحانه ربي ربي أعلم أساقا أو أقام بضان بإدتهم تردودة إلهي با تردودة أو أقام بضان تردودة ربي أو أقام بضان سداس به وهو حافظ كثير تاس وهنونين إلهي أوكو هنونين أقفك سدا وناك بضان مقام كاسو كلمرك اللي تشوغو أو آدان قرانين إنا تراهدو وحوويان ربي أو أقام بضان أو علمي ربي أو عريدو markaste oo aadan garanayn waa inaad rabbi u cirida ah waa inaad rabbi u cirida shay kasto oo aadan galeen sidaas ah sida sawaabka waa inaad tiraado rabbi ayaa u aqoon badan oo garanaya sidaas inaad tiraado ilaahu wuxuu yiri subhana ma ya'lamuhum ma garanayo ashaabul kahfi illa qalilun in yarma hane in yar ayaa garanaya عبد الله بن عباس أسانيد صحيحة وحا أغسوغان إنو يري إنتا يارو غرانا يسان كميت تضبع إنا أحايا حافظكم أشيك وحا وين سنديال صحيحة أغسوغان تا عبد الله بن عباس إنو يري إنتا يارو إلهي سو استطنوضي أن كميتا أو غرانا يدا وانا تضبع سيدا سيوي سيدا سيوي إلى وغل سبحانه فلا تماري هدودين فيهم في عدة أصحاب الكهف أصحاب الكهف تردوا ذا هكو الدود مران يقوحوا ان دود هكري إلا مراء ان دود ما هن دود داسو ظاهر ان عد دود عطوان محي انت على كشيك انا تشيبت دود عد انا او دود عد وحا انا تراده هرطة صدح قول كريه هكو جي اي قول افراد مجيو او الهي بان نوشي صدح لاف لبقوا وبادلوا الله انت شيكي في الدين فالطبع هاي وحي يقول دليل الله شيء من في الدين ظاهر ضاده معنى هذا وحي تهي معنى أبقى أنت إلى هاي الشيء يكون كوبانو أن بيراتك هاي وحكا لا يسوك الليه مقعية دوده إنا تكاديدو مدب كودة إنا تكاديدو مقالة دوده إنا تكاديدو أيجي مدب كيس إنا تكاديدو وحي على هم نوع عاصو دان يوم وقت كاقلومي فإذا ما لهي كو قابسو ضاد أبقى أنت إلى هاي كشيء سبحانه وتعالى أنت إلى هاي كشيء إلى وقل سبحانه ولا تستفتي جوابها كويدين فيهم في شأنهم أصحاب الكهف الرنتودة منهم أهل الكتاب كعالاء كمديهي أحدا قفهم قف أهل الكتاب هويدين أو هدلهم أصحاب الكهف إمي سي أحايين هدلهم سببتوا وهوين أيغو مهيان إلا كلام محرفة أولا بدلي أول حقيقة لحين هيان لكن يدنكو علم علم صحيحة او الهي حجي سكيمت او قرآن ايات هاي ستان مارك ايات وحده كوي الدينين حده كوي الدين اهل الكتاب قال تعالى الى وحبير ولا تقول انها بهن لشيء لأجل شيء شيء درتي صورهن اني انيقا فاعل من سمين ايانا هاي ذلك الشيء
غدا مستقبل كصوص على صمينا إلا أن يشاء الله إلا أن تقول إن اتراهضا ما هنه إن شاء الله هدي الله دونه ويذكر حس ربك ربك إذا نسيت مركات المانتو وقل وحا اتراهضا عسى وحا مدن أن يهديني إنو إهنونيو ربي ربكي لأقرب بريد كدوان شبادان لغو إهنونيو من هذا كان رشدا حق التوصنانت آيات ولا تقولن لشيء وهنون رب العالمين حق يسكتمت أو رسولك سبحان صلى الله عليه وسلم كهنونين أيو سيد إدبتا مركعة الرنقو عن سطوت ربطين أتصميدو إلهي وين سبحانه وتعالى وحبيري ولا تقولن حقهم لشيء لأجل شيء شيء درتي صوبهم إني أنيقا فاعل من سمين أيام هذلك أرنكاس غدا بري بري حتى اللي لم تشيدو وحوين اليوم الذي بعد يومك ما أنت أتشوكت ما أنت كل حكت اللي لم تشيدو مستقبلا من اللي لم تشيدو أما بري هذا ما صادم هذا ما أنت كتم بدها هذا حتى غدا أنت وحا اللي لم تشيدو مستقبل كوتن وقتك أمساس عضو كاتم بيوتن كاس اللي لم تشيدو مركا شيء أيام بري سمين أحدهم إلا أن يشاء الله إلا أن تقول إن اتراهضا ما هنه إن شاء الله معنيه ذو مركا وحي الطهي شيء مركا تربط إن اتصميده وقعد قو أنصطه حدنه وحاسا سمينا أضعون كدر إن شاء الله مركا استقض لذا وحاسا سمينا وحاد كدر تا إن شاء الله سببتو رب العالمين وحوسا دونين كونكا كدعي ميا وحكا استو كونكا كدعي ويح الله دونه وحان مشي أبا على كل إن كونك كما دعان كل حير مركا مشي أجيس مركا وحي تاسكوفة إيدي نيسا مركا ترى وحاسا سمينا إن شاء الله حداد سميدو وسيدة ربتي وبركدي أياد هيري ده إلهي وإنا يتكو حير حدادا سمينا كدن باب اللي حيو لن مركي هورا تاتكو حير تاي مشي أبا على ما داما أبا سمينا حقيقة وحي تألم الدولي إنا تسمينا حقيقة وحي تاي إنا تألم الدولي ولذا سيترد بقفك هاتو بعض أقول هذا والله وحسن سمينا إن شاء الله نو كدره هذا القصاص اسكو وحرية هاي وحين أوسن سمين ما كدن بابي كفار قدن حتى لغمه هاتو بعض تقول هذا والله أنا سمينا إن شاء الله ما سمينا يريد ونا سمين كدن بابي كفارنا لغمه حيلا مركة واروكو حرية مشاء بعض لكن هاتو قفك تارتو إلى والله وحاسا سمينا ووصن مشي أضع اللي كحيرين ووصن السمين وحاوية وكدن بابي كفاران الله قفر هاتو إلى هذا مثلا نمكي وحاوية حاسكي سي أنت طالق إن شاء الله واتفرانتا يبدي الله الدونه ما هو قفر ما يدسا هاتو سنفري هاتو إلى الدون كي وحروي هاتو الله الدونه إن شاء الله هاتو إلى هذا حرما وحوين مشي أباس وكحري وكبت بادا إذن مركا ولغا حدنه وحاس إلا وحاد قعان ستا ما هاني وحوين هاد الدلاق إيا حرن مضا إيا مركي آد قعان ستا مشي أكو حيمين لكن حيالها أسأت سميد دونتو مستقبل كأ وينات مشي أكو وضا حرطا وحي مستقبل أ وينات مشي أكو حرطا سداسة إلهي وين سبحانه وتعالى وحوين كد هنونيي رسول كيسا ومدنا رسولك كد ينسى صلوات الله وسلام عليه سداس الله سبحانه وتعالى أقول هنونيي رسولك أيوه ومشيغ النبي نسوبه صلى الله عليه وسلم نبي الله سليمان ابن داود عليه السلام نبي الله سليمان ابن داود نبي سليمان أو نبي داود والكيسية حتى قهر مشي على أنتاس وحوين إليه اللهم وهو أمهي نبي وحي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم وريه من حديث ابي هريره سليمان بن داوود دارتي وحي لا اضوفن الليله على 70 امراه الهي بان كو دارتي اي وحن اوا اسكو مريا تضرات دمر او دمر كيسا كميده اسغا وحن دمر بدن حلال وها سو ما جيدي تضرات هو لا قبل حين سغاشن هو لا قبل بقل ايلي مركز الهن كو دارتي ميد والبابا ويلي دارايسا مد والبابا ويل كيسن إلهي درتي سودة قلم مجاهد ونقنا ساسا إلهي قد أعطي ملقى يري إن شاء الله له ما وصن له بقل كيو اسكم معه هبينك هل مدى واحد الشيء
قف لك على شيء شيء فيل هل مرة واحدة شيء قف بنو آدم لك على شيء شيء فالفيل امتحانك امتحانك كل واحد تعرفنا صورة تصاد أيام قصة مرة مثل ذلك ولقد فطنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا والامتحان النبي سليمان كرسي في سوى حمكو سوى بن جر ونقل نري جسدك وشيح حسب آدم وحانا بعض دلا سيدة محمد الأمين وشنقيد أبو البيان هل كان كبرا روتيو قصة سورة تصاد أي مفسرين بدن كل شيء أو أهيات مركز حقا مرينا نصوى شيء إلي إلي هدينش وحوين شيطانا كحدي فراتي وملكي جيسا كما ملكي جيسا مركز ملكي جيسا مال وشيطان كقاط خلاص مركز وحوين سكشق على إسكن نغل فلا يسوى لك أواد دنب كلهم بداس وكهلة حلوشيس وكهلة فراتي وحاس وقرافة يقول سعبلا بحصل يرهاد لما مركا امتحان كاسكو داعي نبي قوله صلى الله عليه وسلم نبي محمد ايري والذي نفسي بيده وحنكو دارانا إله النفس الديدو جعنتي سيكو جرتو اللو قالها طولير نبي سليمان إن شاء الله لم يحمث دارتي سو كمبرتين وكان دركا لحاجتي وحونا قلنا قلها بنتي سينو جارو او روايه كلا عدينا يدل ولا قاتلوا في سبيل الله فرسانا اجمعوا وين الدغالم الهاين ايغو فرت كود دغالم دمنت اي جيت قال كود دغالم بقول كود سومتي لكن ان شاء الله ودي وكتغي انتاس كحلي marka waxa san sameena marka leedo waynad caada ka dhigata insha Allah ina tira ayad wa tasmaani wadkur hus rabbaka rabbiga hus إذا نصيت مركز هالمانتو محل لولا كذا إنتاس لبا معنى مثل لولا كذا مثل كوبات أكثر كمفصلين طعي مرين وحي فهي حدي ما كهرئات هالمانتو بلو آدنات وآترابا وحاسان سمينا إن شاء الله دين آسكا هالمانتو مركز صوحة سوسطو إن شاء الله ده مركز صوحة سوسطو إن شاء الله ده ساسان سمينا آتب ما أنا أعرف إن شاء الله مرد ما تصحصت أما قفت تحسس إن شاء الله ده ألوي أما صدق إلهي بس كيف يسوي بدي إن شاء الله ده وإلى قرمة إلى قرمة ده وكسو أرورتي عبد الله بن عباس إلو يري حتى سنة كده هل سنة كده بات حسوستي مالين تبليت إن هذا إن شاء الله ده وإن هذا إن شاء الله ترى وإن هذا إن شاء الله ترى هذا الكاس عبد الله بن عباس ayaa waxa weeyaan musannifiin ta kutubaha li fi qabal kamida iskaal ku keenay oo waxa yiraahdeen hadduu yiraahdo midalan inni taliqun imraati wa furay in sha Allah wadan hadda uu sanbihi sanad kadib ay soo xasuusto oo yiraahdo in sha Allah masaasi ugu xirnay marka qowlka abdullah ibn abbas iskaal ka gal وقالوا بي معنيس إلا آقار كود كود يفدين إيرادان قول كان واباد قرأ إيرادين هو كود يفدين لكن قولك هو عدي بعض لما هو حق سوما تشيدين إلا لغدق ما هو حق لكن معناه هو كاد لوين أبقرقتا وحيطة هاي تعليق آتكو حيرا يدو إن شاء الله بهذا الك لباب فائده كولاب فإذا كبرت إله أباك وأمره بمقع إلهي وين أمر كيسات القادة هو بركي سنة وأمر تنلباتنا حتى تكون إرته شيء حتى أبن سنين كدن بالدين وإلا من فإذا سمع هذا الكهدو اسكو حرينه المركة أو تلساسا يلا إن شاء الله أو آذين يلا كدن بالدين كفارنا لك أقام أخر وابتاف مدى اللبات أمر كألنا وقادته وحسن سمينا هاتلهم إن شاء الله إلا أطينا ترمى هاني فأسهم فائدة لبعض نوايتك لبدي فائدة وهي لأطاق سكوحي حداد مركوة تترادة ساسا يلي إن شاء الله دي آدها المانتو مدكة قبال أتسو حسوسطو إن شاء الله أتكد بديدو دارتي تحركة تريميتا ووحوهيان هاتي دار تاسيري أتروا يلي أين يلين كفارد والغاهبا لكن واحد فائدة دي لبادات كليد او امرك الله قابط بركة دي او امشي ابع لانه بحلقو حريه تاسر قابط هل فائدة دي ستليد مركة اوليه مركة عبد الله بن عباس هل سنة كدب حتى ها حتى واطنها اذا واحد تهي
سند كسكت دي قاعدة شرع عس قاعدة إلى واحد كفى إيدا أمرك على قف قاطي وكرمك ها أمرك ليس أمري إن أتراد إن شاء الله كرمك تاس أكرمك من تاس كفى إيدا إماهم عقد جي هري وكتب الدليل حيل سيدو محمد الأمين وشنقيدي وحويان حديل لقيرة بعد السنة حديل لقد بقي استثناها عقد جي وكتب الدليل ما عرفي عقد وح كلا سؤال هذا ما مام تويري وحو ويان صدح دلقان كل فراي مركز سنة كدب وحوري إلا سنين الله ضمك الله قرر يا ابو كبدا وعدات رسال نين كلين قوست هاي موحا للي مايا مايا الله مكو قبائي سوء علمية للي قفا دارتي دارتي وكتشبتي سنة كدب يري إن شاء الله كفانا لك مرة مية وح عقد وحرمي لها بالله ما دي اللي هذا بعد سنة لقد بقي كرا استثم وحو ويان ان دارتي ايو كافر يا هدي لولتشين مركا معناتي لولمتشين وإنه هذا الكسكون حيني ولما فقاد واحد كبر إن أدنى النيسة طمق وكاس وبحي استثناء النيسة وآتر هذا الصدى سوية إن شاء الله مركا ورد بني سوما تشيدي صدى سوية صدى سواقا وأنا صدى حافظ كثير أمري وصدى ابن الشرير الطباري أمري وصدى محمد الأمين الشنقيد أمري صدى سوكل التوتيهية لكن أعمال أي كل قنطي إقروي وحا كمدا رجعي كلها قن طيب حبيان الإمام بديه هنا واحد كم ذا الصاوي من كل هذا أحمد ساوي كتاب واحد تنال هذا حاشية واحد ويرساوي على الكلالين كتاب كالكلالين ك أي حاشية صارة وقف فقيه وحبضان وصار صارة من لا أحمد ساوي واحد يتكلم مالكية آب وكم ذا تفاصيل واحد إنسان ملاها سومالي بنحيل مفسرين تفسير كأخينا أي كأخريا ايدان مركه ومره مركه ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله غورما مركه لغا دبا جي كرا هادلك اه وحا ويان واذكر ربك اذا نسيت مركات هالمانتو ربي حس غورما لغا دبا جي كرا اقواشي صورها 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 انت قولك جرت وحا وين انت غورتا لا فديو ما هو بالكدي وسند كدي أقواشي مكو صارحري ووحيي وعامة المذاهب الأربعة مذاهب تأفر تادا منتود على خلاف ذلك سلاس واقلاف سيد إن سنت كدب اللي قد بقيكار واقلاف سيد فإن الشرط حل الأيمان باريالك فرد وذا شرط وحواء بالمشيئة مكو الغفورة أن تتصل وإن اللحري ست ساسا يلا إن شاء الله أمس والله نساس يلا إن شاء الله وين أساس يسكو حقا وأن يقصد بها حل اليمين وأن إنو قفكو قصد ينو دارت كفره ولا يضر الفصل كلا صارت لبين ما بتنفس النفسي سداسا يلا كاس حقا النفسا كاس يلا إن شاء الله أو سعال أما قفع والله إنا نساس يلا كاس انتقف عيو إن شاء الله حلا انت اسكدي من قفع الا اختيار ماهن او عباس اما هندس مركو يري والله انا يلينا هندس قواتم كسو ديشك احمد يري يري ان شاء الله انت اسوا الله سامح لو حيلا يرو اسك سو دخ غلا وي قفكه وسن خيار ولهين ولا يجوز يري ما كدغيست بر حلكان وتفسير كو عن سنه مفسرين تي سوماليه كو اخري جيرتي تفاسير تبدل كود اي كا اخري جيرين وا جيره رغان كا اخري جيرين هي وي جيره لكن إن برم أيه اللغة الأخرج تفسير كاس مركز وغير ولا يجوز ما بنانا تقليد ما عدا المذاهب الأربعة أفرت المذهب وحكا الصوحراء إن لغة ضيضة ما بنانا أفرت المذهب من عالم وحكا الصوحراء إن أتقود يطرح هذا ما بنانا ولو وافق قول الصحابة تئوين فالدور الشيخ أسأترى إذا قول كي صحابة هذا وافق صناب مركز والحديث هدور هذا حديث كهوافق وحديث كما تحديثه حديث كالصحيح النبي محمد كالسقنا هذا دور هذا وقوير حديث نبي محمد كعن صحيح هذا حديثه هدور هذا حديث كاسقفك تاقن هذا مرة عيد دون سن أفر تم ذابهن وقوير وابكدر وقوير والآية تدور هذا آيات قرآن هوافق سنه راعي مجيد آيات بهوافق سنه مركز يري فالخارج قفك كبحة عن المذاهب الأربعة أثرت مذهبوت
ضالون سقوا اللهم مضلون تذكر واللومنا وربما واحد بعكرت أويل أداه إنه جرسي ذلك كبحدة أداتهم أديك أنا نصلي نصلي إسكت عبانة أداه أويل للكفر إنه قالوا راب بعكرت وبيفت ماذا بتكتب محايري لكن هو صور كدراني بجيسو وهويري لأن الأخذ محايري قال شر لقاته بظواهر الكتاب كتاب كعلى ظاهر كمعناها كموضة إيه وسنة سنة النبي معناها ظاهر ككاه إلا قاطع من أصول الكفر قال لماذا أصول شديك كمت كورام إنا لله وإنا إليه وكاسا تفسير كتاب في مركع أوه معناها الصومالي ده قار بضان أو كمل وحاسا لك أخرى تاسو مركع وامده جارسيدي أمده ماشي اللوغات كان إيه وهكاس إلا إذا قرآن مفهمي كرتان حديثنا ما فهمي كرتان قول صحابينا ما فهمي كرتان إذن كأفر تاسم ذو بيد اسكرع يجوس وحا بنان ولا يجوس ما بنان قيل وحا الليل خلاص انتاس ذوك آخر صفر عن وحتى لو تفهمي كرتان ما أركي ماشا أمد اللغة كان إيه وهالكاس وهو يري محمد الأمين الشنقيدي رحمه الله وهو يري ما أشنع هذا الكلام الله حمام بضنا هذا الكلام بل هذا كحما بدأ يا شيكر وما أبدله محاك بعض اللي ما بدأ بعض اللي ما وينه هذا وما أجرى قائله على الله كل يفوق هو يقف كير على بل سوء الله كل يفوق كير وكتابه إلى كتاب كيس كل يفوق هو إلا هذا راعو كل يري وقالين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي كل يفوق هو إلا حديث يصير الله راعو ظاهر كيس وقالين يري وأصحابي أصحاب النبي كل يفوق سبحانك هذا بهتان عظيم إلهي بان مقصان كفك إيه هذا الكساوي وابين أبور وين وين بين أبور وين وين هذا الكساوي كتبه يلا قريوه يلا كتاب كاسو هذا ما أنت ويديده إن بدانا التفسير كأخري جرتاما أخري دا قاتل هذا الشيء التفسير كاد يقول نستيحين هذا وعيو كله يساوي أفرت مجلو ساوي هذا هشو خلاص تفسير كوغونا ماركا تفسير كان راعي ما يسكده تفسير كان راعي تفسير كان راعي كريوني ابو هي ساتين ضف اوغد واه ويان اوغان مغتاي فضيدك وبلايو هداد عرفت الله اسكما تورو انغ واغان ارغن انت كو ارونيا اسكما تورو شيغ هدا واه هدا ما كان ضف اوغد دينا ضف انن كبرنا مغتاي عرادك مركم اين خوغا اسكما ميسنت ما لغات خو مسلمك اوغد هدا ما كان ضف اوغد دي واه يغو كلفتا ان الى ورياه يساوي وخي درنا مركا لكن دي وجهن تورا يعني هاي صلاها وكاسات وضطوا تصل لكن الحمد لله هذا من مراه اللي جه له سوى سكية لما قالوا وراه كوفة سكية لو وين ما قرأت لكن اعتماد ملك وحش لما اعتمادك وحلا اعتمادك رما هاي كاس واحد وجود بيننا لبدي قوله كتير تيوت فرطك إذا نصيب قول كمل واحد ويا مركا صاح سوسته وعتقد بجيدة إن شاء الله قول كلامات وحياي حطات وحلمانتو معنى كروك هذلا حطات وحلمانتو مرة تاني نبيحي سوحة سوصته إلهي أحرات هلمان سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ذيك إلهي أخ وحي إنا سوحة سوصته بيعك أدسك هلمان سببت أوحي رحافظ كثير أيضا معنى سوى احتمالك سببت أن نسيانك وحو كدش الشيطان سيديسي آيات قرآن أنا عديني وما أنسانيه إلا الشيطان ويلك النبي موسى ليس على المحويري اتكلم هل منصي الشيطان يا هل منصي وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره مارك هل كسوحي كو عديني سآيات داسو نسيان كو كرش من الشيطان خسك على نمحوب سفائدين شيطان كو أيلين إلا ما كد خسته شيطان كو عرار إذا مركز إن تصوح سوستو وحي أثال ما طبيعك مركز وحي سهل ما أنكو وحوية إلهي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله قال وحي إذن وحد بليض هايضا وقل عصا أن يهديني ربي اللي أقرب من هذا الشيء انت أنا أتبع خيه إلا وابك الذكري لماذا قلت تنبيه انت أنا أتبع خيه مركز وحل ما على كل حال إلهي حس قولك أصا ظاهر حمد الأمين الشقيد نساط في العزيز إن إلهي حسته مركز حسته وهو الشيطان كي يتغيي إن تصوح السوستاء بإكرت قولك سوى احتمال ما هم ظاهر كآيضك وما أدو ما عدد قولك هرئي مفصلين تؤبدين
وقل وحاترا عسى وحو مذيهي شانيك أن يهديني إنو إيهانونيو ربي ربي لأقرب الضريب كدوان شبدا من هذاكا خشدا حق هنوكي توسنام آيات كان وحي على قلليهين سبب النسول عن هرين صوشي النصورة بأول كيدي أو إني ويدية يرهدين يهود وحويان نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويدية إني سوى يرهدين قريش أصحاب الكهف يد القرنين يبروح نبينا صلى الله عليه وسلم ويري برية إذن شيغية إن شاء الله نوصنكو داري وحي يوصيل استرتي ذكا صوت داهاي إلى شام يتمنع شو مركا تيا لغا تربينا أولي حول الله تاسو كريكو دعين مردم بي تاسو وامد تنكالي وقل عسى أن يهديني نتاسي كحرم ومعنى إذا وحي تاهاي نمن كان ويديني يأوله إنو النبي هيا نحن إنا الأغان أي أن قرم إنا أطنبي تاهاي النوغا ورهن قلن يرى اللوائي وقت هوري أوتاقين دل قرنين النوغا ورهن نمن كان وام حي وحا أي ربان إنا إثباتيان مركا النبي ويديني سؤاشي سو النبي النبي سماها آيات أنك معنى إذا هذا قرم وقل وحا ترى عسى وحا مضان أن يهديني إنو إغوهنون يا ربي ربي لأقرب بريد كدوان شبابا في الدلالة على نبوتي نبي من ماذا إذا انتك الله تصو بريد كدو متكان إنو ربي إغوهنون يا بيكر وأصحاب الكهف إنا كوهامو إن دليل وردك إنا النبي أحي بريد كدوان شبابا إنو إغوهنون يا ربي إغوهنون وأنا كوهنون يا وأصحاب الكهف كهر وكورهم النبي آدم النبي محمد كورهم يا صلى الله عليه وسلم أبو ريس النبي آدم وكورهم وهو كورهم يا النبي آدم يا إبليس كساد الأحمر وهو كورهم يا النبي نوح وهو كورهم يا النبي هود نبي صالح إنتاس أو أمضاء يا أنبياء وأصحاب الكهف كهر يدي وكعجائب سوء وكورهم يا مركة بريق كدوان شبلا وقدو على وحويان وقدو في الدلالة على نبوتي نبي لماذا إذا إلا تصوح بريق أجدو إن ربي يقوهن وياك وحوية أمدي ساسوية وحوية النبي لماذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب الكهف إنو كورهن كريه تسمين عجائل كبضان إلهي وإن كوهن وياك وطوص إذا النبي محمد نبي نمديس وآه مبيالك ترغب بضنا إيا أمدي وكورهن سيداسوية مرح وقول له عسى وحمضان وشان يقومدي أن يهديني إنو يقوهن ويا ربي ربي جاي لأقرب الطريق كدوان شبرا وأجدو في الدلالة على نبوتي نبي لماذا إذا تسدد وكدو وحويا مما تسألوني وحدي ويدين إذا خشدا حق هنونك لأقرب الطريق كدوان شبرا من هذا كان أبي ويدين إذا خشدا حق هنونك إيا التوصنانت حق هنونك إيا التوصنانت قال تعالى إلى وحويري والله بثو وين نجادين أصحاب الكهف في كهفهم قد كودي كل نجادين 300 صدح بطل أي كل نجادين سنين سنة يال أي كل نجادين وازدادوا وحي سياد سدين 99 قل وحاتر النبي صبنا الله ألا أعلم وامدك وغير بضان بما وقت الله بثو أي نجادين له ألا كرجي سوسك نادي غيب السماوات والأرض إلى ريالك يطولك وحكم مقام أبصر به الله وحرك أغا وأسمع مقل أغا ما لهم لأهل السماوات والأرض إلى ريالك يطول ريالك وحكم سوغان أمسك نامين من دونه ألا كسوك الحال يهي من ولي غرغاري ولا يشرك الله لما وداتيو في حكم حكم كيس احدا قف لما وداتيو والله بثو في كافهم الله سبحانه وتعالى ايضا صريحه وحنا هو عطينيا وقتي اي كجيرين غدك اصحاب الكهف فاس رب العالمين صريحه ما هو عطينيا لبا قولا كجيرتا والله بثو في كافهم قولك صحيحه ما هم ريك حديث منه قولك صحيحه وهو يهي إن رب العالمين نو شيغيو غدك انتي كجيرين مركا معنو وحويه والله بثو وين نغادين
في كهف قد كودي كنا قادين 300 بقل أو سنة أي كنا قادين إنتان لصوب كعين وضطوا أك سنين أو سنة ديال أحكو بيان سنين سنة ديالي كنا قادين كبدلو وردو اسكم مدين وازدادو وحي سياسة دين 9 وامحي سقالة سياسة دين محلو لتشيدة وحي تهي هدين لطريو سندك براها او شمسك هدين لطريو واصدح بقل او سنو قوان هدين سندك لطريو براها تيحة ومسلمين تترسدان واصدح بقل يسقال سنة تاسوين هدين لطريو سندا سندا شمسك سندا شمسك واصدح بقل يليحدن يشن مالموت مالمهيد صدح بقول يليح دان يشم مع المدرج يدير كواكب أخرى كواكب يكون مرينة وإن فاس سنرى أوحى وإن قمرها بلاها مسلم كمارك لقد تريانا وحى ويان وصدح بقول يكونتن يأثر مع المدرج إمي سيسديري كوب يطبع مع المدرج أي لبدا سنة كي سنة كي كالبدي مارك بقول كي سنة وحى كنشره وشمسي أه صدح سنة او اه قمري ايا كوتشي صدح بقول او سنو او وحوين شمسي اه وحي مركز كسو بحي بها دين لوتي ليا قمريقا سقال سنو محايا يلي سقال وحوين سقال سنو ساسي وصبحي وصدحي صدحي صدحي صدن ايا صدح سنو ايا افر بلوت او شمسي اه هل سنو او قمريا كوتشي marka hadii loo tiriyo shamsigana waa 300 hadii qamariga laga tiriyo waa 309 meeshaas misaa'il waa weyn oo fiqhiga ku soo baxay oo ay ku xirantay diintu maxaa kamid ah sekere bishaa lagu bixina ma bilahan waxa weyn 12 ka miladiga lagu bixina maya hadaa ku bixido marka dambe sanada kugu baaqana adoon is ogeyn مثلا سيداس عن شيغني صدن يا صدح سنو صدن يا صدح سنو يا افر بلوك وثلث سنادي سنة ثلث كيد ويلي حال سنة كجرت مركات مركة صدن يا صدح سنو عاد كوب بحين ايسو وحوين طريق دا ميلادك حال سنو او شرق اهدا دا سكبه بحين كوه وانا روغي من اركان الاسلام سكبه وحي مركة تاسو نغو كالليفة إن أنا كوه استعطنين شهور تا ميلادك إي أنا كوه استعطنين شهور تا قمريك أو إلهي نقو أبو صدق وأحكام تكو حرام سيدا سنقونا ومسالة أركان الإسلام سيوغري ما هم وحوية وحيس كشيكا تاسنا كوه استعطنين على ما يصدن إيا وحي انترى صدح سنة مين كيف تصدن أفرة جدا سنة دمها كالدلغ دطبا دانا دوغي اللي هنا يصدح ديان بشوك ليس اللي هنا يصدح دي تاريخ سكو وحلو تريم معه ku soo tir midan waad ka waytay inta jeegaydi ku soo tir wasaafi marka ahkaam sharciyaha ku xirmay marka sekada yaa lagu bixin taas dad ku bixinana dhibaatadaas ku gaareysa dhibaatadaas ayaa ku gaareysa marka taasna ahkaamta ku xirmayday kamid tahay midna kala to shuhuurtan qamariga oo muslimiintu iska leeyihiin مسلمين تمك الكتير سبان دك متميزين هقالة كسر عن النقنية لكن ذلك تاريخ ميلادي هقالة كأنه أكتير سطو بحاتك في الدوين تير هالكاس هالكاس مقبو كده أنت كره ماشى سو استجمع الكذي وقربنا مسلمين تو وين تات صاعين هقالة وح ولد وصو عن كده تنو هذا مسائل ووين وشريعة كفر ميا قل وح ترى هذا نبيك صوبناه الله الله أعلم أوغل بدن بما وقت لبثوا أي نجادة حتى لورتشيدا آية بس فرت قول كاس وقول كاس صحيحة آية بس قول وهاجرة قتادة ابن الدعامة التابعي وكفصرة والله بثوا في كهفهم وحليه هاي والله بثوا في كهفهم وقول أهل الكتاب إلى هين أيام يكحك يونا وماشا وحا كتير أيضاو إله لي هكالاتو قال الله ألا وهو يري والله بثو في كهفهم
فكانوا يقولون والله في كاف وقول اهل الكتاب الله نوغا ورما نوغا حكايوداي اما ان الله نلهي هي قد كان تاري كو جيرين ما بحنوا لي اهل الكتاب سيدان شيخ الله وان نو شيخ وحين ايغو دليل هو يري قول الله اعلم بما لم تكن الله اذا يقن انت كنا قادين تاسما ودليل مركا انت كنا قادين لما غرانيه وكان هو ورا اهل الكتاب سيداس فصير معناها ابن جرير الطبري وين نقدي ابن جرير الطبري اد اي نقدي حافظ المكفر سيده كلام مرة أئمة المحققين تقول قولك سوى نقدية قولك قتادة وحويان قول زعمي أي كعبرين زعمي أي كعبرين مارك قول سوى ما إذن هادو يهي مارك خبر ألي أو ألا نوشيغي أو يرس إنتا سيكون نقايدين قدك قول الله أعلم واما قول الله أعلم معنى هذا ابن شريف كاسي أكل عدي مارك أسد إكوا عدان هذا معنى هذا وغيبت هاي قول الله أعلم بما الله بالصوت أنت مروح لرجلة مرك إلهي نفتك قاري كذب أنت نجادين إلهي بأوقات إلا لما وقتي أيها أتمشى كجيت مرك يمشى سحرين إلى أي سوكين تاس إله الناس يجي وصدق بقول هي سقاطهم تاس واحد وقتك قراءة مرك الأرك كذب نفتي إلهي وكقار إني سأكذب بيدي قول الله أعلم بما الله بيتو إلهي ما قرني وكاسا مركا قول الله أعلم بما الله بيتو وحي أطلع ما بعد موتي ابن شرير طبر السداس أيوي سداس وي وحي قول الله أعلم بما الله بيتو إلهي بأوك أقال بمان إنتي نقادين بعد أن قبضوا مكي لقبلو ريك قبال أرواح روحي الكودي ساس وي قول الله أعلم الله هو غالباً بما وقته لبثوا أي نقادين مركي نفط لغا قابي كقبال لو ألا كاريجي سوسوك نادي غيب السماوات والأرض إلى ريالك يدوك وحاكم مقام غيب كاريجي سو إبك لأوك مجد آيات كفرها بضان أي رب العالمين كو أديك متى إنو لتفرودي أو لك لنقضي غيب كأوكالكيس قل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا لو على كلمه سوسنا بغيب السماوات والارض الى ريالك يدوك وحكم مقام ابصر به اركي اوغا الهي وحكستا او جيره الهي واركا واسمع مقلي اوغا الله وحكستا او صوره ومقلا ما لهم لهم توحد علم لاهل السماوات والارض سيد امام البغوي ما الله أمسكنا عن أهل السماوات والأرض من دونه على كسوك حالو أهادي من ورين غرغار وعلى كسوك أو غرغار كرامتشو لا ملك مقربة كونه غرغار كرو ولا نبي مرسل كونه غرغار كرو وكسوك يا الله سماوات وحكونا ليطلوك وحكونا لمحيستان أو غرغار الله موي إلى وضب سبحانه ولا يشركو الله لما وداتيو وحكناسيو في حكم يحكم كيس أحدا قفنا سؤال واحد رأيين لقيت شواب عاو سؤال شاس واحدة لبقف اسقبت لبقف واحد لبقف اسقو قبتين من وحو يري كون كان مامل كيس الله كريه علي أولياد وخراب مكيني كرت كراب ميكانيكال علم ميكانيكال غرمديا غرغار ما بخيكر هي كلو وهو يري اصل واساس معمولك الله كلي على اصل واساس لكن ان الله على كل شيء قدير ما ميسن الله وحول بين اوود ما ميسن فعال لما يريد انه ما ميسن تصويرها ور ميسن اوريدي سميت كميد هدو ديبا روك انه بخيكر علم رب بخيكر ما ده وديدي إلا هو فعال لما يريد وهو دونه سمية ما هو ذا من الله يريد يا إن الله على كل شيء قدير وحوال بقى ما هو ذا ها هو يقف إيه كلمة كده ما هو ها هذا أسوأ سوال جيسان ما سيكره هذا إنه هو في قطع الضادي أما إلما حيث كديرين يا كتشوال قف كتشوال بالعيوة هاي بل عبد الرحمن عبد الدين
سيداس وي جوابت عن جواب كدن بين آيات دي دول تاغنت ألا وخو يري ولا يشرك ألا لما وداتيو في حكم حدا وأوبا إلى يوسيو لكن أسكا يمبحي تير ساس الله بين ما يدي ألا ما أود وقال لنا تطفى ألا ما أود ألا وأوبا إنو ولي داني رابط ربك وابحكا لكن ألا وخو نشري وحن وأوبا لكن ما يرى ما يرى حكم كيسا قفنا لما وداتيو حكم كان محل ورجيدا ابن جرير الطبري ادو سعدي معناها صفيري ادو سعدي وحويري ولا يجعل الله الله ما يرو في قضاء حكم كيسا وحكمه حكم كيسا في خلق لك حكمنا احدا سواه شريكا قف اسرق عن هين كالصهري الى هي شركك ما بكتو حكم كبابك لك حكمنا قدها تبك لك لحكمنا مامل ككونك لما مولا إذ أن أساق أحين إلهي الشركة ومدهن ومدهن إلى مامو فميّر ألف قفقوا إلهي الملك يساقيك وديبي أو إلى مامو المجر مجر وسيعد بل هو المنفرد أساق لك لئة بالحكم حكمك والقضاء حكمك فيهم تبك لك لحكمنا وتدبيرهم مامو الكودة وتصريف قد قدنتو ذا في ما شاء وأحبه وخذ دونه تعلي وخصمينا حبن كوام عينك حبن كألا ذكى اللي مو ذا تقول لي واقن حي وحادو سعد شيخ عبد الرحمن ناصر السعدي تيسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان وغيري وهذا يشمل لبدا والله ضبيا وهو كل منا حبن كانوا الحكم الكوني القدرية حبن ككوني جاء قدري جاء وتصرف ككون أبارت روبك علابة نبابة إزادة دلقة معمول كاس وحكم ككوني جاء قدري جاء إيا والحكم الشرعية الدينية حكم كشرع جاء الديني جاء لولا سمتنا الله قف لما وداتي ما تشير قف إلى حكم ككوني جاء لما وداتي أو إلى مرة به قف قبل أن كده قف المسيح ما تشير طلبات حكم كشرع جاء ما تشير قف وقال لي بدك وحوح على وحوح وحكحر أو شرع الدجنت أو قيم كسي قف شرع الدجنت أو ألا قيم كسي يري أدو وأكون مرح بنانت أو دج أو غير كو وقال هاي ما تشير نبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى محيري وما ينطق عن الهوى نبي وحدوش على يسكو مهدك إن هو إلا وحي يوحى انت لو ويديا النبي محمد سؤال علمي وكان مسج مركه قبل مركه سلو سو وحيوكي مركه سو جير او قف ويديني سداس وي تاسديج ما تشرو قف الى هو يري ابيغا واخ ويان واخنا حلالي واخنا حر ما تش مركه لبد خدومبا رب العالمين ايا لا غوني عنيش اس وحيا واخ ويان كب داميننا محمد بن مين امين الشنقيدي وحير او كاشاره ولا يشرك في حكم احد وغيري محمد الأمين الشنقيدي أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ويفهم وحالك فهم من هذه الآيات آياتها كقوله سيدة على هذا الكيسة ولا يشرك في حكمه أحد أن متبعي أحكام المشرعين بذكر أحكام تأيدتيين شرع الدتييالك غير ما شرعه الله الدجيه وحن الله جدي بدك الدجيه شرعي ان الله دجين شرعي اي دجيين بدك الراعه انهم مشركون بالله ومشركين اله شريكيا مشركين ويكون دجيه حتى لغا ما فيري كو راعه وي حد كو هم كاس راعه اي دجيه شرعي دجيه يالك ومشركين اله شريكيا واوسيو ده وخو يري وهذا المفهوم معناها آيات لغا فهم جاء مبينا في آيات أخرى آيات كانوا كل من حكم كانوا أصدقوا أب سيدا رب العالمين وكيري بدك الراعة شرعك الشيطان كدتيو شيطان كجنك شرعك كدتيو متك إنسيك هو أحمق ومتك اللي قال لي شيطانت إلا الهراسي شرعك الشيطان دتيو بدك الراعة وشيطان هو دتيو مشركين تعرفين وحود دتيو إن بقتي وحلاليه نفس كبقتي مركز يسوي الله يرد لي أو مشركين تي أنت وحي وذاي كل دود كيران مؤمنين أو يبي كيران ما واحد نوش يجي يدان
neefki alla asagu dilay wa haram kan anagu dilnayna wa haram waxaan naga dhaadacay shaydaan uu soo waxyoodi wa sharci shaydaan dadci wuxuu yiri allah subhanahu wa ta'ala wala ta'kuluha unina mimma ki lam yadhkur isma allah mimma shaygi lam yudhkar isma allah alla magciisa aan lagu sheegin arii korkiisa wa innahu unidaasu la fisq wa ba'ad ilahi laga baxay وإن الشياطين شيطاننا لا يوحون وحي وحيودا إلى أوليائهم أوليادهم أو أه كفار تنسيق ما حيوه وحيونيان ليجادلوك إن إن الله مرمان وإن هذا الناس كان يدنك قشين ودشين وحلل وحلال كي رب العالمين دلين وحاران ما أدليا ووحي الشيطان وحاص إلى وحود سبحانه وإن أضعتموهم حطاتكو أضعبان شرقي قاس أي دجيان شياطين أبطت يا حلال حتى تكون أبدعبان إنكم لمشركون مشركين صريح سوما شرق إغاء شايدان كدجيه حداد يشان مشركين سوما جيدي وحوه لمحمد الأمين الشنقيدي فصرح ألا وحوه عديه بأنهم تذكر شرق إغاء مشركون إلى المشركين بطاعتهم يلد أي كل يلين شرق إدتين تسحرانتا ساس المشركين كله وهذا كانوا الإشراك في الطاعة فوحل هذا إشراك في الطاعة دا عليه إله لغو شريك إله لغو مقعبه واتباع التشريع شرع الدجين هبدي لفاعه شرع الدجين تيسو المخالف قلاصا لما شرعه الله شرع إله الدجين تعالى الله سريه هو المراد بعبادة الشيطان حباد مقاطو شيطان الأبد ومدسو شيطان العابدين معنيه الوحي تهي إلا راع شرعي عن أهين شرعي قالي أو أي بجيين الضومض قلاصا شرعي قالي رب العالمين وخيري ألم أحد إليكم ميانا إن كرب اللمين يا بني آدم الماء آدنو ألا تعبدوا الشيطان إن أدنى شيطان عبد سيسمعني تقيامها لريهي بنو آدم كي شيطان تعبد إناك الله وضع قف كستئي راع شرعي قالي بجيين مجرمين تا او قلاف سن شرعي بي اللي سودة جيي مالك قيامه وقو امانا اصابه شيدان عمي او مشرك او مشرك هدو سن كتوبت كين نوكو بنت سو ما جيدي وقو يري محمد الامين الشنقيدي وحالا مدعا يا ابت الله تعبد الشيطان ابو شيطان ها عابدين ان الشيطان كان للرحمن عصية معنى انا وحو ان شرعي شيدان تجيه الرع الا لقيك اسمك اللي عابد ايو واش تشريح شيطان سوما وتشريع شيطان وحالا مدعا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا وحكا لعابد ما يان قالدو إيه وحي عابد يان شيطان مرحي ورب العالمين ما يعبدون إلا شيطان سيت عابددو وذلك عابد الشيطان باتباع تشريعه شرعه ودجيه أولا راعوه ولذا سيست رددو سمى الله الله كما قال تعالى الله سريه الذين قوى يطاعون لغو عبدئه فيما شيء زينوا أي قرحيين ومن المعاصي معاصرة شركاء قوى إله 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 الله قدر قوى أيها الحران تدكي شرعه قلاصا شرعه بألي تدكي قوانين توضعه تدكي تسطور كعا قلاصا كي ألي لغو الرائي رب العالمين وهو كنت الماني إليهين إلهيال الله رب العالمين لقرب إليه أولا لا أعبدي إله وحيه سبحانه وكذلك سباسو كالي زينا وحي أقرحيين لكثير إن بضانو من المشركين مشركين تكمد قتل أولاد عبورتو إلى الدلان وحي أقرحيين شركاؤهم إلهيالك أي عبدان فيه عبورتين الدلان مجدين وكيالين إله وحيه وإلهيال أي عبدان شركاء فيه وقوى إلهي إلى الله أقدرين ساسو رب العالمين سو ما تشيدي وقوى محمد الأمين الشنقيدي وقد بيّن النبي النبي وحو عديي صلى الله عليه وسلم هذا معناه لأدي ابن حاتم العدي رضي الله عنه لما سألوا مركو ويدي عن قوله تعالى اتخذوا وحي كبكتين أخبارهم المدودي إيا ورهبانهم البادودي ذلك إلى هذا أقوى إيا المدودي أي وحي كبكتين أربابا ربيال من دون الله لك سوكي وفي صدق ربيال إلهي كسو كي يكبك نبي قال فصيره وحو يري فبينا وحو النبي وحده الله عدي
أبي ابن حاتم وهو عدي أنهم كواس ربك اللقاء بكتي وحل لي يا ربي الله بكتي وحي طهي أحلوا اللهم وحي وحلاليين ما حرم الله وحي الله حرمي وحي الله حرمي دين يهود نماذا هي دين النصرانية أنا مسيحيات به إن لا يراد هلا ويني ما الله أقول ما إله رالك هدي لا يراد هلا احترام دينها وأنا حر إلهي وين الدين كيس موافق صنط وإلهي وين المحوري إن الدين عند الله الإسلام دين كالله رالك كي هي الله كيس هو الإسلام ومن يبتقي غير الإسلام دينا فأن يقبل منه قفك الدين هان أدل بإسلام كوحان أحاين إلهي كي يرمه تستور كهذا الأنصحين يا وقع كقرن ديمو إن حرين. سداسا كعب أو كقرن. إذن في السريحة إله كتاب اسمه كلاسين. يا الله أكبر. مركو يري شي محمد أمين وشنقيدي. واحد بكاس ولا أدري إلا يري وحي تهي أحلو وحي حلاليين. لهم تذكر رأسنا وحلاليين. ما حرم الله وحلال حرم. يهود ما الله ما حرم سوى بني. نصرانا نبا إلهي ما حرم الدين لغيرك تمشي ألا وابني وحرم صماهم إذن قف كيرا دواء الدين صحيحة كافر حلاليين وحي الله حرميه يهود نما الدين صحيحة نصرانا نما الدين صحيحة قف كيرا هذا هلا احترام الدين كاس الدينهان هلا قيميه هدو سنقال هيا قال الشيخ إذا قال تايدو وحرموا صلاة الله يريم ربي يالا لغيرك تواحيته وحرموا وحي كحرمين عليهم تذكر رأسنا ما حل الله وحلوا حلالي وحلوا حلالي ويلك قرمو نوقع انجارا يقبض عنك حتى شن يترون سانا سوكا رقم بوركاين او ارددي هاي لقائسة شن يترون كي نما هاي عاما إلا وحاوية نعددك إلا عاما نماذا نلك اقفى إليه سيبا لقائسة واكنا ويلك انا كتشوابا يه ميقا ويلك يقبضوا قرمي قان جارا لقائسة ويلك يا جبرد قفك هذو احترام معناه مني هذا كتم دو قانجا هذو ربع سجال سنة هيك شرعا واقع سجال سنة هذو تروح هذو احترام واقانجا طبعا هذو تروح هذو احترام واقانجا جبرد قومي قانجا أرتا مرك حيك كله هذا جبرد أيوة سجال سنة كتير تحيك كله واقانجا أي أنت هسكدي هذا أنت هسلو أيوة عن جبرد حيك كله إن او اي وحويان اي سن احترامين ولكن او سن احترامين شان اي طران سنو مركاسي كو قانجاري شان اي طران سنو قواميش او بيدو بيدو كو رأي بعنك شان اي او كو عدد سيدي اي طران اكو قران سيدا قالب او قران ملكا وحويان تصرف اي مامو مالي ويقفك دو سن قانجاري شان اي طران كين كيركو مامو مالي شان اي اي او حلالي اي مرها دو قانجاري اي تصرف اي مامو لي اي اي انا مالو بيلي وصقير وح الله حللي حرم اي سوماتي تصرف يا مامو الى حلالي وديني سوماتي سو صريح معهم وهي المركه محمد الامين الشنقيطي رحمه الله قال راس وها ويا وها قال لو يري وهي علمدودي يا رهبانتودي كو ادهين او كراين الى حلالي وها لا كحرمي اين كحرمي وها لا حلالي فتبعهم ايغون اي كراين في ذلك وان ذلك رائد قفك المضر وإلى حلالي الله حرمي أما وح الله حرمي الله حلالي رائد اللبراء هو اتخاذهم إياهم أربابا وإن ربي الله تخليك ربي كمان ديغان هذا اللي أريد أنت ربي أتكبك تأسيك العبيد ننكي كود دي شرحك ساسا اللي هذا وهو محمد الأمين الشنقيدي رحمه الله ومن أسرح الأدلة الأدلة هو أطان تطان وحكم في هذا الرنطان أن الله قال جل وعلا في سورة النساء بيّن وقوع الدّيّي أن من يريدون ضد كربا أن يتحاكموا إلى يقوم تجان إلى غير ما شرعه الله وهي ألا كدّيّي شرعنا هين يتعجبوا إلا ليّابوا من زعمهم شيء شدود أنه مؤمن إليه قف كربا إنه يقوم تجاه شرعي ألا كدّيّي شرعنا هين رب العالمين وهو يري وإن ليّابوا شيء شدع إيمان شيء شيء شدود وإلا ليام أيها الأخوة إلى الحكم تجان وأن ألا تشدين هذا إيمان الشيء غنيا وما ذلك ليام بتصوح كلام معهم إلا لأن دعواهم شيء شدود الإيمان إيمان أي شيطان مع إرادة التحاكم أيها الأخوة إلى الحكم تجان إلى الضغوط الشيطان
باقود حلراو حكم كستون إلهي حكم كيس أنا هين فان حكم كإسلام كهين شجع الشرع إيمان شجعنا يان بارقة وعمد جرتين من الكذب حق بنتا ما يحصل منه أجر وحلا لا يام شجع الشرع إيمان شجعنا يان بين ما وحى كجرت وحلا لا يام أول رب البيان بدنا وحاس إيمان شجعنا ووحلا لا يام شجع الشرع إيمان كشجعنا يان آيات يوم كأن ألم ترم يا ذنارك إلى الذين بطل يزعمون كون دعوني زعمك وحل رمضية الكذب بيانتا دابت دقابة دابت كون دعوني أنهم يقو آمنوا إنهم يين بما دينك انزل لسيدتي إليك حقا نبقى صوبانو وما دينك انزل لديك من قبلك هرطا يريدون حالي دون ياني حدنا الشيغان أيام أن يتحاكموا إنهم حقوا تقان إلى باغوت الشيطان شيطان أين فلا إنهم حقوا تقان والحال الشيطان حكم تغيان قد أمروا الأمغي أن يكفروا إلى كفرين به الشيطان ويريد الشيطان الشيطان نوح الرباء أن يضله إن اللومي الضلالة ولميت بعيد الأثر علم محمد الأمير الشنقيدي رحمه الله وبهذه النصوص الدلالة السماوية إرك ألا كسودتي التي الدلالة ذكرنا عن شيغني يظهر وحن موقنا يا غاية الظهور موقشم يشو جدا بيدي أن الذين ضدك يتبعون الرعاية القوانين الوضعية قوانين تبنوا آدم كدتي التي قوانين تشرعها وسوتي الشيطان الشيطان شيطان الشيقة هل كو كدتي إلا شيطان اسمع رك كان على السورة أوليائه ضدك أولئك أولياء عربي الكل هو شرعك دتينا شيطان أولي السجع أميرين يوحى مركا دتينا يه مركا أولياء كو أولياء عرب كودة شرعك الشيطان كدتي مخالفة حال القلاف سنته لما شرعه الله وهي ألا كدتي جل وعلا وهي قلاف سنته وهي ألا كدتي على السنة الرسول يرسوشي سعرك ودفيري شيطان يوش قوانين تنكدتي على السنة أوليائه الله شرعك القرآن كالسنة يوكدتي على السنة الرسول ثم تاسي قلاف سنته صلوات الله والسلام عليه أنه شأنيه وحي تهي آيات كالسنوات كسود دقي وحاكوعة أنه شأنيه لا يشكو كما شككرو في كفرهم قال نمدوه وشركهم مشرك نمدوه إلا من قفاكو شككرا بما صلى الله إلهي ترتري بصيرة العلم جيس قف إلهي علم جيسا مصحي وقلبك مدوبي كاسا إيه قاليهم كو شككرا وأعماه إلهينا كإن ترتري عن نور الوحي وحي نور كيسي مثلهم او ايغو كلا كاسا كان دار انت كلا كفار مشركين يي او عد سو صريح ما يا حكم يا قدما تنبيه مثال مهم مثالك البرارج واد مهم وحي تعالى وحي محمد الامين الشقيق رحمه الله اعلم او الله كوبيسي انه يجب التفسير بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السماوات والارض وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك لكن مسألة وإلا كاركرتا قوانين وطئة وهدين لديكيو أهنت أسأي كينا إذا إن لقوك قالوا بي خالق السماوات والأرض إيوه قوانين لديكي كروب بنام لبقى قلماهن ولي قد يسنسكو قلاف لبداس وإنا تخلق تقاما لبداس وإنا تخلق تقاما محيك ليهين ومسألة مهمة دقيقة سوما وقلوا وإضاح ذلك أهنت أسأدين تيسا أن النظام قسمان نظام واللبو نظام واللبو إداري وشرعي مدوى مامل مدوى شعر في كالقراء مدوى النظام إداري وسارة دانساس وشاقين وزير كساس وشاقين انت اصلا شقاء لقرب وحين انت اصلا لقرب وحوين شقاءها ساعد داسي شقاء دي سوقريا ساعد داسي كبحيا انت اصلا شقاء وسارة داس وليدك تاسونا انت اصلا ليدك وسارة داس اوضا شقيا محابيس قابك اصلا الله مامولا حبسية قابك اصلا الله مامولا وحاول ايضا كميلتري ساس الله بيسي هو سيدون قابك اصلا الله بيسي وحاول ادار ادار اللي ده وبنان تاي لبا علماء ولقد ثم قلافين تاسو اني بنان تاي لقر شركتها شقينا شركتها يسر قرنين مبجي كتب شركتها شقينا جنعسي ده نظام تسعوه ده قرنين بلن كوده وحا نعمل هين ماني شركتها هو وين اول قرنين سو ناتشي دي وحاول الوسيعة ده إداري هدو يا الله غبا أرناها يلغو الضبضي يلغو الصغو شرعي غانا أيسان قلاف سان إدارة دلفتك دوين أيسان شرعي قلاف إدارة دلفتك دوين إسكاس عمان طب دكتور طب بعد وآترابو شقالها
لبدي مرانتا مشير كلهم كجوينا طبعاً دولا تعزير مالي على مسألة فقهية جري كذا أنت لولي لفت كذا مرك القرآن يروى إن شرعك عدم كتما إدارة لفت كذا تير وإدارة لفت كذا شرع وينو سان خلاف سنين فهذا الله مانع منه واحد يلا يتصمله ولا مخالف فيه من الصحابة حتى قف صحابي خلاف متشو مثال كان مرك عمر بن الخطاب سمي وحيا لفر بدن وقت النبي كان شيء صلى الله عليه وسلم وإدارة وهاكمد أها عيدان كان لا قرو او ديوان لو سمي عيدان كودن لا قرو وقتي النبي ما جي ولذا سترت اذا قسمت تبوك مركو النبي عليه صلى الله عليه وسلم وعلى ثلاثه الذين خلفوا سبع في السحابيه صوت ظهري اي واحد كهرتي قوم النبي تبي مركي تبوك لتي عيدان كود قرنا له ما كرو ليرينيو قبل تبي لا سما تاسا ما كميد وها كميد غوري او كغتاي عمر وها وين صفان امي او كدغي حبس حبس عمر سنين وقت النبي وقت ابو بكر حبس مجي على كل حال ارنتا سوا برنتا وحا لا يراها اداري لنا لا وقف علماء ورقص ما خلافوا بنان لكن نظام كشرعي او قف اساس الله عقابه وحا سوا حلال وحا سوا حرام حتى وحا كميد امام كما كلا دورني مدح وينها مسلمين تا امام كمسلمين تا شروط ولا هي صريحه او عقد ايولي اي كتاب فقهي كتاب او مسلمين تا الين مراجع المسلمين تا كميد سوما تشدي شروط لي حتى ايام ترى وحا عفيري صومالي دي لحدن كي تشوكتي او قميسي تلياني يا انجلس كوب بابا مرايين انتاس مدح لغا تنائي مركي حرية دي قاداية اللي دهي وحي اي قرتين اكافي عنا وحا مانتا قران كواف بالله عليك ووحي نوع عسا كاسو حاكو قرنا ننكا ملحوينها الشرد اينا تنو المسلم كوا لغا تشاري انتاس والا تشا صومالي انو يهبس الوغر مواطن صومالي اسلام نما كو gabad diina maxaa lagu qoray shagag kasto wadanka waa qaba karta qofka muwaadinna waa la cadeey muwaadin muslimi ma shartu ma waa ku tala buuga waxa ween muwaadin waa qofka wadanka ku dhashay ama shan sano joogi ali islaam nimo kuma tal meel lagu tal inuu islaam nimo ay shartu ta idan marka sariix waxa ku ash ee fasuurka ama qawaaniinta hadda la degsaday gabar kristana ama buudiyad ah amma ma chuusa dadka caadida inay Soomaali madaxweyne ka noqoto saasa sariix ku laakin buu ku ka sheedaan oo ka horreey kuma qorno kii xadaba ka horreey laftigiis qaanu wad iyo ah ma han diin ma banana waan haaraan waa laftigiis buu sheedaan oo ka ruha laakin ma waqtahay balaayad waa si kala daranta maaru waa kala sheedaan aan maqli jin a'uudu billah a'uudu billah mala waan nibta ku keentay dad badan dad badan oo Soomaali ah doonaya hadda waxa arkay inay idaacadaha dhageysato oo le anaga waleenay qaanun haweeyow kiiliga kiyanayl a'uudu billahi min ash-shaytan war ilaahi ka cabso war fulanimada noocaas ah gaari ya macnaha maxay ka qararayaa inay ilaahay sharciiga noo anaga qaanun inta suu ka qarara billahi aleeka fiir war balaayadan qaadi kariin dusha saaran oo ilaahay la hortagi waxaan qaadi kariin maalinka ilaahay la hortago kiiligaanki ma qaada karta dil ugu maxkamadeey بسم الله الرحمن الرحيم وهذه قانون النوي هذه اعوذ بالله اله مالك الغرت قدوش مسارك تاكيل خنك وخه قورنا ما قاله كرتي ما وخي واخ ويهن للاوبيه وخه قور ما كان وخه دوش مسارك كرتي هذهن مركا قانونك او واخ وين دجنتيس يا رائديس اي كفغه تاي وامد حكمك وحانا حلال وحانا حرام او كلا سن شرعي مثال كبع شيء سده ان لا يراد رك يطمرك واسنين دخل كانوا كما كلا سري كرام dowladdi dalka ugu dambeeyday ay wax weyn ku dhawaaqday soo ma jeedid kaasa kamid uu oo yiraahdo midna uu yiraahdo waxa weeyaan ninka inuu afar xaas guursado waa dhul kaba daba afar looma ogol yahay uu guursay waa kaasa qawaaninta gaalnimada taasa kamida oo yiri waxa kamida qawaaninta ku figa in la yiraahdo balaaq dhul waxa gaba dhalo furo wax suur kar male isku qataarnaade toh a'uudu billah billahi aleekum billahi aleekum yaa naxariis badan yaa warlabadi qof oo heshiin weyde war duur ka kala mare iyo saas isku qataarnaade fiir ilaahay in ku dhaashay waxa fiiri war waxa suudin ma aqlina ma a'uudu billahi ala kulli hal wa ina kala garanna qawaaniinta haddii la dajiyo lagu gaarana iyo mid banaan midan wadooyinki qaanina dawladdu taji karta wax dhig karta baabuurta xagga u socota xagga mare xagga hadan ku aragno wax qabayna wadhi kara xayla way deer laakin xurun man haday tarto waa halaal waa